اليوم حديث على تخريق الحيط البرلمانية. شوف كاين الناس، كاين النواب عندهم متابعات، اجداروا من النواب عندهم متابعات قضائية رغم انهم حضروا. شوف اولدي، شوف هذا تصنت له ولدي الله يرضيه. اولا اذا كنا رجال قانون وتنحترموا المؤسسات، كاينه قرينه البراءه اللي هي قرينه دستوريه، ما يمكنش يمس بها اي واحد. هذه المساله الاولى. ومن تنتذكروا الدستور تنتذكروا لما يسمى بهرميه القوانين. اذا الى مسينا قرينه البراءه اليوم بناء على واحد التوجه معين، انت ما غتكونش في مامن غدا، لانه يمكن تكون موضوع متابعه وغتكون كصحفي وغنطردوك لانه انت صحفي موضوع متابعه. واخا تصنت يا استاذي تصنت، راه ما هو اخلاقي راه لا يتنافى مع ما هو قانوني، لانه نستمد الاخلاق من القانون. وبالتالي الانسان اللي كان موضوع متابعه سواء كان برلماني او غير برلماني هو تيخضع للقانون، والقانون تيعطيه الحق في درجه التقاضي. وبالتالي انت ملي كصحفي ولا اي شخص عادي ملي بغيت تحرمه من واحد الدرجه من درجه التقاضي وتمس القرينه البراءه اللي هي قرينه دوليه وقرينه القرينه اللي كرسها الدستور، اولا انت تمس باستقلاليه القضاء، لانه القضاء بدرجات. وبالتالي كون كانت الحقيقه مطلقه ما غيكونش القضاء فيه درجات، لانه هاد القضاة هم قضاة محترفين. علاش الدرجه الاولى تتحكم بالادانه ويمكن في الاستئناف، تحكم بالبراءه ويمكن النقد. وبالتالي خليوا القانون ياخذ المنجار ديالو وخليوا الامور تمشي عاديه. وهذه راه دوله مؤسسات، واللي ارتكب شي فعل مخالف للقانون راه غينال العقاب ديالو.